موظف. عم بيصير معك احيانا وبدك تفوت على بيتك بتصير بتهرب من حاره لحاره من السمان واللحام والبقال اعتبارا من 10 بالشهر؟ دائما تاكل هم من بدك تجيب حق الدواء اذا حدا من اولادك مريض. اوهو كتير. طيب سيدي بتشتهي تاخذ مرتك واولادك لشي مطعم وتقعدوا بمكان عام وما بتقدروا؟ اوهو دائما تاكل هم فاتورة الكهرباء؟ طبعا. وفاتورة التليفون؟ اكيد. تعمل عيد ميلاد لك لمرتك لاولادك؟ لا الحمد لله ما عنا هيك تقاليد بنوب. عيب. عيد زواج؟ شو هذا عيد الزواج؟ انا بعرف عيد الاضحى عيد الفطر وحتى ما اكذب كمان بعرف عيد الشجرة. عيد زواجكم يعني ذكرى زواجكم. وين رح تفتح علي البواب؟ نحن جماعة شرقيين وعنا عادات وتقاليد. بعدين المرة ما بتنعطى وش، نحن بس منحتفل بالعياد الوطنية. بتروح انت ومرتك وولادك كل سنة سياحة؟ انا عطول سايح لحالة؟ لا انا ومرتي. طيب تاكل هم العيد اذا اجا؟ طبعا ما عدا العياد الوطنية، اما العيد الكبير والعيد الصغير باكل هم ولا بشهرين. انا مستغرب كيف لهلا عايش. وحضرتك بتعمل كل هدول اللي سألتني عنه؟ انا طبيب بلا عيادة وعايش على المعاش وان شاء الله لاحقك. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. أعطوا شوية منشطات وفيتامينات وزيادة راتب وخلوا تحت المراقبة. لا دخيلك مراقص المراقبة ابنه. خير دكتور شو طلع معه؟ شوية ضغوط اقتصادية ونفسية. لاحقينك أخي أبو وسيم لاحقينك. يعني في خطر عليه دكتور؟ لا إن شاء الله. يعني بده تصوير شعاعي؟ طبقي محوري؟ طيب دوبلير ملون؟ رنين مغناطيسي؟ ما بده شيء، شوية زيادة بالراتب بيمشي الحال. من وين؟ ولا تقنطوا من رحمة الله. يعني معلش هي إذا طعمينا فواكه دكتور؟ معلش جسمه بحاجة لفواكه. شوربات مثلاً؟ ممتاز، بس ما في داعي لأنه هون نحن منقدم شوربات. بس طبخ البيت غير شكل، أطيب وأنظف. جاتويات حلويات؟ على الخفيف لأن ما بنايات دهموه فجأة بهيك مأكولات، خلينا نعودوا عليها شوي شوي. طيب جاج مسلوق، شاتو بريان، اسكالوب، فري، ريديز، ستيك بوفر. يا واش ما بدنا يا طعموه أكلات ما له سمعان فيها لا هو ولا نحنا، من خاف ينتكس وما يعود يطلع من هون. طيب شوكولا راحة بالفستق بالقشطة؟ ممكن كل شي ممكن، بالراحة شوي شوي، بالأول نعطيه كميات قليلة بعدين بنرفعها درجة درجة. إن شاء الله معافى. خير سلامتك يا أستاذ ميمون. الله يسلمك مدام جيانا. ليش عزمتي حالك؟ بعدين شو عارفك إنه أنا هون؟ سألت السنترال هو اللي قال لي إنك هون. لا بعدوني طريق. سلامة قلبك يا معلمي، سلامة قلبك. يا ريتي بدالك يا معلمي، يا ريتي بدالك.
شباب صاحب شباب مين ترى؟ هلا زعوها قناة الجزيرة قطعوا البث وقالوا خبر عجيب. سلامة قلبك. هلا لازم نروح نشوفه، انا ما عاد اقدر اتحمل. لا حدا بيروح ولا حدا بيجي. ليش ماما؟ بدي اطمن على بابا. بسلامة اللي عنده واللي عم بيطمنوا عليه. مين يعني؟ الله ما بيقطع من الحبايب والحنايب. شو المعنى؟ المعنى بقلب الشاعر يا حبيبتي. فهمت عليكي، معناتها عنده بالمستشفى بنات حلوين. برافو عليكي. من شان هيك هلأ لازم نروح. بدي روح قلهم كلياتهم ما لازم يبقى حدا غيرك جنبه، انت مرته حلاله. كنت حبيبي، انا هلأ مالي علاقة. انت إلك كل العلاقة، اذا مو من شانه مشاننا. انتو شو دخلكن حبيبي؟ شلون شو دخلنا؟ مو ابونا؟ مو انتو يا بزرتونا؟ ابونا يمرض ويفوت على المستشفى وما نوقف جنبه؟ اذا هلأ ما وقفنا جنبه انت بدنا نوقف؟ لا تصدقوه عم بيتدلل. لك ابوكن تعلب، انا بعرفه، انا خابسته وعاجنته، عمل حاله غاطط على قلبه مشان يورجيني قديش النسوان بيحبوه وبيهتموا فيه. شو علي ولا بابا بنحب؟ ليش انا ما بنحب؟ ما بسمع الا حدا يحبك بنوب. والله المعجبين حولي كتار، اذا بده بورجيه كيف عم بيهرهروا حولي مثل المشمش الدايب. لا ماما ما وصلنا لهون، انت عقلك اكبر من هيك، يعني معقولة تجاكروا بعضكم على حساب سمعتكم وكرامتكم؟ لا ماما، نحن ما عم نجاكر بعضنا، كل واحد راح بحال سبيله، هو عم بدور على مستقبله وانا كمان بدي دور على مستقبلي. ونحن انتو شو؟ بتروحونا بين الرجلين؟ لا ماما، انتو روحي، انتو حياتي، ورح تضلوا بقلبي وعيوني، بس انا حابة اعمل فركة اذن لابوكم، بدي ورجيه انه انا في ناس كمان تهتم فيني. بدو ايدكم على حب الرسول يا جماعه. ليش معزز حالك يا وسادو؟ عذابك راح يا معلم، بعدين نحن كم ابوسي معنا، والله وكيلك ما جبنا شيء من برا، كله من شغل البيت. مسيك هي اكله محاشي، كل وادعي لها لحبيبه القلب سميره خانو. سموره خالد. سلام ايديك. الله يسلمك. وهي اكله سجاد من تحديات حبيبه قلبي يا سادو. تفضلي يا خانو، شرفي. كلي وادعي له الاستاذ ميمون بالشفاء العاجل. شكرا ما بدي، الله يعافي. كبه مشويه. يسلموا ايديك ما بدي. بس هيك اكلات تقال عليه، بضروا ما بينفعوا. بالعكس معلمي بحاجه لغذاء، اذا بده يضل على هذا الراتب اللي عم ياخده بده يصير معه فقر دم. تفضلوا يا جماعه، شرفوا. الله وكيلكم نسواني نظافي على الاكل. امساعده بتسبع السجل 10 مرات. يسلموا ديادك. تفضلوا. اعوذ بالله. اي والله يسلموا. شارك سيدراسي. يسلموا ايديك يا ابو سعد. بشارين هنا ان شاء الله. يسلموا. صهري عم فكر انه له جراح خصوصي على حسابي. ماشي حاله. مو ماشي حاله، شو القعده المشرشحه؟ بعدين خطيبي يقعد بالعمومي ما بحطه غير بالخصوصي يقوض لحاله، بكره بتكفوت عليه الزوار مشان ادري قيمته. لك مثل ما بدك، الله يحبب فينا عباده. سيد ميمون بتحب انقلك لمشفى خاص؟ خاص؟ لا، لشو مشفى الخاص ودفع المصاري؟ لا مو مشان المصاري يعني، خير الله كتير، بس انا ماني مطول، مو محرز القصة. لا العناية هونيك غير شكل، بخليهم يعملوا لك فحوصات وصور وتحاليل نطمن عليك. انت كريمة واحنا مستاهل مثل ما بدك. طيب هلا بطلع بحكي مع الادارة مشان يخرجوك من هون. وين بدك تخرجي؟ بدنا ننقل لجناح خصوصي. ما بيسمعوا النقلة والحركة، خليهم اريح لهم، مو هيك بابا؟ طبعا اريح له هون طبعا. لا مستشفى خصوصي احسن، على القليل بنطمن عليه اكثر. ايه رواتب سنتين لقدام ما بكفوا بالخصوصي. مين عم يحكي بالمصاري؟ خلاص بدي انقله، يعني بدي انقله. شو هاد؟ ايه والله شحيتوني المرض، بعد حمل الفقر وساعته. الحظ اعطيني بالبحر رميني. ايه شادي، وين بدك تنقلي؟ مو هلا هو التاجر الحلبي جاي بده ياخذ وكالة البرادات على حلب؟ لهون لاحقني؟ لهون عم تتجسس علي؟ الله لا يخليني اذا ما بخلي لك اياه بالبراد. يا اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل مدام مرتاح. شكرا. ما بصير ولو بدنا نشرب قهوه؟ ما في داعي، امر. في عنا بالفندق جروب اجانب المان حاجزين لهم بكره على تدمر، بدهم يتغدوا هنيك ويرجعوا المساء. يعني رحلة ليوم واحد،
شلون عزماتي؟ أنا جاهزة، شو المطلوب مني؟ أنا عم فكر روح أنا وياكي، منه منتفرج على تدمر ومنغير جو، ومنه منعمق الحب والمودة اللي بيناتنا. إن شاء الله. أنا مدام سنية، خير مدام سنية، خير أستاذ سامي. نوري اطلب لي الإسعاف. على عيني. مدام جورجي اطلبي لي الإسعاف بسرعة لهون. هل في واحد ماتت مرته والجماعة ساكنين ببيت عربي بحارة شعبية ضيقة كتير، وهن طالعين بالجنازة، دق التابوت بعمود الكهرباء، قام أخذ باس تحرمت مرته ورجعت عاشت. الله عليك. رجعت ماتت مرة تانية، وهن حاملين أهل الحارة وطالعين فيها، ركض جوزها قدام الجنازة بقول دقيقكم يا جماعة دقيقكم، دخل عمود كهرباء هون نصحتم تقوم فيه. لك يا سلام عليك يا أبو سعد وعلى النكتة، ما بتخلي عن قلبك. السلام عليكم. ولي شو جابوا هاللهم؟ إن شاء الله أمنت لي المصاري. يا سعاد اطلبي لي المخبر يجي لهون بسرعه، وجهاز تخطيط القلب المتنقل على السريع. حاضر دكتور. واطلبي لي مجموعه من الاطباء بكافه الاختصاصات وبسرعه رجاء يا سعاد. رجاء يا دكتور تهتم بالمدام سنية بقدر ما بتقدر، هي المدام سنية ثروه وطنيه. حاضر. حضرتك شو بتقولها، زوجها؟ لا انا بكون مديرها. بدنا نحييك على الاهتمام بالموظفين. الو. نعم سيدي. موجود سيدي، موجود. تفضل احكي سيدي. مين؟ مدير عام سلسلة فنادقنا، بده يطمن على ست سنين. الو نعم. نعم سيدي. موجود سيدي. تفضل احكوا. مين؟ مدير عام سلسلة فنادق هز يوز بده يطمن على ست سنين يا سيدي. قل له لحظة. الو نعم. اي نعم موجود. تفضل احكوا. مين؟ رئيس المجلس الأعلى للسياح بده يطمن على الست سنية. قل له لحظة. ألو نعم. احترامي سيدي، أمرك سيدي، على رأسي سيدي. تفضلوا احكوا سيدي. وزير السياحة بده يطمئن على الست سنية. ألو. احترامي سيدي. حاضر سيدي. لحظة إذا أمرتوا سيدي. لا سيدي اطمنوا. نحن هون كلياتنا بخدمة السيدة سنية. شو أمرتوا سيدي؟ بأمركم سيدي. لحظة سيدي، لحنا هون قايمين بالواجب وأكتر، وإن شاء الله ما بتشوفوا شر سيدي. مثل ما بتأمروا سيدي، مثل ما بتأمروا أكتر. حاضر سيدي. أمرك سيدي. ألو نعم. احترام سيدي. أي موجود سيدي، موجود. أي يلا سيدي. تفضل سيدي. مين؟ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بده يطمن على الست سنية. احترامي سيدي. لا اطمنوا سيدي، احسن الاطباء الموجودين بالبلد يا سيدي، احسن الممرضات واحسن الادويه. لا سيدي طمنونا الاطباء، ان شاء الله بتتماسل للشفاء اليوم وبتتخرج. بامرك سيدي. حاضر سيدي. الو. حاضر سيدي. خلصني عمي بدي امشي. ولك العمى بعيونك بأوقحك، مو شايفني ملقح عم ودع؟ يا بتلحقوني يا ما بتلحقوني، وانت واقف فوق راسي مثل انت ونكير. لك منين جبت مصاري هلا؟ مو انت وعدتني وقلت لي بكره؟ قلت لك بكره. صايبك انت كاش؟ مو شايف شو صاير بحالتي؟ عم ترفع صوتك علي؟ لا بقلك والله. امتى اجي؟ لا اطلع من المستشفى. يعني امتى؟ ما بعرف. ان شاء الله ما بطلع من هون الا على القبر. سلامتك ان شاء الله. ليش لك عم تحكي؟ من هالغليظ اللي واقف فوق راسي. صهري شو رايك انا اعطيه 15,000 ليره؟ خليه يفك ديقته فيه، بس انت بدك تكفله. انا بدي اكفله؟ يا انا بهالوقت ما بكفل حالي. حرام مالك شايفه كيف عم بيتجوع ويتألم؟ صار ضايب 3 كيلو من وقت ما اجى هذا الغليظ. والله بدك تعطيه اعطيه، بس بدك تعرفي انه المصاري رايحين روحها بلا رجعه.
وليش لا يروحوا؟ بخليه يكتب لي سند أمانة أو يعمل لي شيك. شيك على أنه بنك حبيبة قلبي، على بنك مفلس، هذا تبع شيكات بنوك، خذي منه سند أمانة وخليه يكتب فيه لحين الطلب. ماشي. وينك يا سيد؟ محسوبك أبو رياض، حاتم زبادي اللبن. بيت صهري بتعرفه؟ لا والله بلا صغرة. هلا بندلك عليه وبتشرف لعنا وبنعطيك ال15,000 ليرة، بس فتح عيونك منيح. هذا ميمون بيك، ما حدا بيذله طول ما نحن موجودين، فهمان؟ أيها السادة الحضور، يعجز لساني عن وصف المشاعر التي تنتابني وأنا أرى كبار المسؤولين في بلدي وهم يزورون مريضة من مرضى منشآتنا السياحية، وهذا يؤكد الوعي السياحي الذي نتمتع به، ويؤكد حبنا وغيرتنا على العاملين في مجال السياحة والفندقة. وإننا نعاهدكم على أن نرعى موظفاتنا ونحميهم في محاجر العيون ونضعهم مكان القلب في الصدر. هذه الثروة السياحية، هذه الأعمدة السياحية التي تحمل هم السياحة على أكتافها، لن نتعى وحيدة تعاني من الوحدة والعزلة والكآبة. والآن أشكركم على الهدايا القيمة التي جلبتموها للسيدة سمية، علما بأن قدومكم هو الهدية الكبرى بالنسبة لنا. أنتم مدعوون غدا على عشاء مفتوح في صالة فندقنا بمناسبة شفاء السيدة سمية، وندعو الله عز وجل أن لا يصيبها بمكروه مرة ثانية وأن لا يفجعكم بعزيز. الله عسلامة سنين. الحمد لله على السلامة يا مدام سنين. الله يسلمك يا أستاذ سنين. إن شاء الله ما على قلبك شر. ميرسي. أنا هلا حابب أترك ترتاحي لحالك. بتريد شيء؟ سلام. بالاسم. مع السلامة. حبيبي على السلامة ماما. الحمد لله على السلامة. لك أهلين حبيباتي. أهلين ماما. حبيبي على السلامة. لك اشتقت لكم. نحن كمان. أبوكم إجا على البيت؟ لا، لساته بالمستشفى. زرتوه شي؟ لا ما رضينا. ليش؟ خفنا تزعلي. لو كان مريض عن جد كنت ما برضى غير انكم تروحوا تزوروا. ليش بابا مو مريض؟ لا تمثيل. وانتي كمان تمثيل. طبعا. الله يسامحك انتي بابا، ونحن شو ذنبنا؟ عم تدوسوا على عواطفنا بدون ما تحسوا. يلا قوموا نمشي. لوين؟ بدنا نروح نشق على بابا. يلا الله معك. يلا باي ماما. باي ماما. مع السلامة. يلا باي باي. البيس معلم البيس، الله وكيلك بجامعة عرسي، ما لبسها الا ليلة وحدة، ليلة الدخلة. عقبال ليلة عرسك ان شاء الله. ان شاء الله ما يبلى ولا يدخ يلي بده يلبس الحرير. القالب غالب سمورة. تفضل هي شحاط الحرير يا تاج راسي. يستوي ايديك. حشات الدكر ما حدا لبسها، هي جابت لي اختك ام سعده بعيد زواجنا ال40، ان شاء الله العمر كله. جهزتي العشاء؟ أحلى عشاء بانتظاركم. لك ليش عزبتوا حالكم؟ ده يا رجل واجبك قليل، الله وكيلك بالي نطلعك من هون إلا بعد 7 أيام. لا دخيلك، ما بقدر أترك الأولاد لحالهم، خاصة إن أمهم عم تشتغل بعد الظهر بالأوتيل. أخي بلا أولاد بلا بطيخ بسمير، أنت لازمك نقاها، وبالبيت ما في مين يخدمك. إيه لا الله يرضى عليهم الأولاد ما بيقصروا. أخي عندنا هون أحسن لك. تنتين ستات عم يخدموك، أخي والقعدة ببلاش ما بدنا منك مصاري. ومش هم ما يدي خلاك، اليوم عشية بنزل على القهوة باخد مأزونية وبقعد بسليك، وبعد العشاء سمورة بتلعبك برسيس. تعرف تلعب برسيس؟ لا والله. معناتها سميرة بتعلمك، ناقصك كثير معلمي. يلا متعلم إن شاء الله على إذنك. وين راح بابا؟ خرجوا اليوم بعد الظهر. لوين راح؟ والله ما بعرف،
انه وين بده يكون راح؟ بيكون راح على البيت. تعالوا نرجع لعند ماما. شو رايكم ننام عندها؟ بيسمحوا لنا بالمصاري. امشوا معي. يلا تعالوا. ولي على قلبي يا اختي، شو اللي رماك هالرمية؟ لك ما فيني شيء مثل القردة، بس انا قصدا عملت هيك. شغلتي بالي، صدقيني جيت لعندك كرفتي. لك اطمني ما فيني شيء. لك ليش انت هون؟ الافندي حبي ورجيني، اذا هو مرض قديش في ناس بيحبوه بيهتموا فيه. حبيت انا ورجيه، اذا انا مرضت قديش في ناس بيحبوني وبيهتموا فيني. امتى عملت حالي مريضه وجابوني لهون؟ شو المرض؟ مزحه لعبه حاجه تعذبه هالولاد؟ بدي ورجيه قيمته. لما عمل حاله مريض لك زادتوه مستشفى حكومي، ومين اللي كان معه؟ شويه موظفين اندبوريه مثل حكايته. اما انا لما عملت حالي مريضه الدوله كلها صارت فوق راسي، وشوفيني وين قاعده بمستشفى خمس نجوم. اي والله مالي قلب اطلع من هون. الله يصلحكم ويهديكم. وين الاولاد؟ راحوا يشقوا على ابوهم. حلوه شغله هالبال كل شوي وشوي. لك اختي لا ينشغل بالك، قومي روحي انت على بيتك. لا ايوه بدي نام عندك، بركي لزمك شيء. لك اطمني ما فيني شيء، كله تمثيل بتمثيل. بدي اعمل فركه اذن لميمون. انا رايي نشدد عليه الرقابه اكثر من هيك. لا اكثر من هيك مو معقول. انا برايي ندقدس ونسال مين هو هذا الاستاذ ميمون، شو بيشتغل، شو سر هالعلاقه القويه مع ماما. برافو عليكي، وانا برايي هي خطوه اولى، والخطوه الثانيه اذا ثبت في علاقه مستقبليه بيناتهم بنعزلها عزل مدني. شلون يعني؟ يعني بنسحب من ايده كامل السلطات. ايه بس المعمل انا عم ديره. مزبوط، بس حق التوقيع على العقود لرئيس مجلس الاداره، ورئيس مجلس الاداره امك. حاولوا تقسموا الثروه اللي بالبنك، وكل واحد بياخذ حصته قبل ما تسحب المصاري وتتصرف فيهم بدون ما تشاوركم. يا سيدي خليها تتصرف بدون ما تشاورنا، اولا واخيرا هي امنا، بس الخوف تصرف الثروه على السيد ميمون. طالما هيك عم تفكروا قسموا التركه كلها من هلا، كل واحد شو بيطلع له بياخده، شو بيقول الشرع مشو على الشرع. هي الخطوه الاخيره، بس بالاول خلونا نعرف مين هذا ميمون وين بيشتغل. ماما عجبتك هالعيشه انت وبابا هيك؟ أبوكن هيك بده. لمصيبة منسألك إليك بتقولي هو هيك بده، ومنسأل أولو بقول أمكن هيك بده. وما كنا نعرف الحق مع مين ولا على مين. بكرة بتكبروا وبتعرفوا. يا عيني بدنا نستنى لنكبر حتى نعرف. تعرفوا حالكم مو خرج جواز، ليش جبتونا حتى تعذبونا؟ يا سلام يا سلام على الأمير الزغريب. مرحبا عمو، شلونكم؟ أنت وسيمة؟ وهي رنيم، وهذا فهيم، وهي نسيم. ماما وين رايحين؟ طالعين نوقف برا شوي. خليكن هون عمو، لوين رايحين؟ طمنيني، شلونك لحديت هلا؟ الحمد لله أحسن. أنا بفضل أتخرج الليلة، لأنه الأولاد بكرة عندهم مدارس. لا، لا أبداً، أنا ما حاسمح لك تطلع إلا لتصيري تمام التمام. أنا تمام، بقى يا ريت تعملي ورق التخريج. ماما تعوا ليش واقفين عنكم؟ حتى يخلالك الجو مع الأفندي. مين وهاد شو بدك من ماما؟ احكي ما ترد. انت شو بتقربنا؟ انا ما بقربكم، بس جايب شريط الفيديو لأمكم. تفضلي مدام. ايه كون معلم كون، ان شاء الله صحتين وهون على قلبك. كون حبيبي كون. يا جماعة شبعت فعلا، ما عاد فيني. لا هلا بس مشاني. صدقوني ما عاد فيني. ما بخجلة ان شاء الله بيفتح ببدنه اللي ما بيحفظ الخبز والملح. كول معلم كول حبيبي كول. فعلا انساني عاجز عن الشكر، فضلت عليه. فضلنا على حالنا يا رجل، شو عم تحكي انت؟ هذا اقل من الواجهه مشان تقدر قيمه البيت اللي فيه ست. وشو ست؟ لك يا هيك تقول الستات يا عمره بتكون دايما. قومي قومي سميره، سميره حطي له قومي. حطيت له بشكير جديد ونظيف وصابونه جديده. لك تقبر قلبي، ست وبس، ست الستات نيالة اللي بدها تكون من نصيبه. وعطرت له المخدة اللي بده ينام عليها. ولك يا عيني يا عيني، والله لو صحت لجدي ما تروق معلم روق، والله لا تولد من جديد اذا صار نصيب. يا رب. على وجهكم. يلا. مساء الخير. مساء الخيرات، اتأخرت ولا فكرت اغضبت؟ هذا بيضيق عن المصاري عمي، كر قلبه دليله، خلي طريق خلي طريق. شرف يا كريم. انا عمي اسمع لك، شاي ما بشرب،
والقهوه ممنوع عنها. والعمله دخيلك دخيل عنا وين انا ورا شرف ورا الطقم فشرف ابو رياض شرف يلا يلا يا اهلي وسهلي يا اهلي وسهلي ابو رياض المحي يلا يلا غطوا يا حريم غطوا يا ابو رياض انتظرني لحظه ابو رياض غطوا وين لا لك هذا شو جابه هلا؟ قلت لحالي ما عاد يجي. قلي له راس عبد الرواس ما بينام الليل، سميرة هات المصاري وجيبي لي ورق وقلم. يلا. بدك سند فاضي؟ مو هلا ليروح الغليظ، بعدين في معي سند. يو، إمتى جبته؟ أول ما وصلنا على البيت نطيت لعند جار أبو إبراهيم الدلال، جبت من عنده سند فاضي ومشيت. الشاطر ما يموت. خط صغري هاتي اختي هاتي الدنيا فيها موت وحياة بعدين الشيطان ما مات بدنا نحفظ لك حقك اخت مرتي الله يخلي لي شو صار معكم يبعت لك حمى ما اخلصك جاي جاي شرف ابو رياض هاي 15000 ورقة 1000 تنطح 1000 مضبوطين خمسار شرف هاي وصل براءة الذمة للأستاذ ميمون وموقع له عليها هات شوف شوف تمام والله ما في داعي للوصل لك ايه شرف أبو رياض شرف شكرا السلام عليكم الله معك يخرب بيته ما أغلظوا حمل وانزاح عن ظهري فداك تقبرني يلا الحمد لله الله خلصك منه والله كتر خيركم لو أهلي مو هيك أعوذ بالله وحيد الله معلم وحيد الله شبنا الناس لبعضها شرف أخي هاي سند أماني عبيه وقع بيدك ولأمتى هذا السند يعني مشان شو لأمتى تاريخه هلأ شبك تلبكت حتى طلبك المصاري شيء خلاص عبيه وقع أخي بدون تاريخ خلي بدون تاريخ ماشي 15000 ليرة فقط لا غير الله يسلم هديات لا خلي لك يا معي اخت مرتي بتعرفوا يا بنات عفكر قوم شق عن الاستاذ ميمون عند ابو سعده وطمن عليه ما حلوه بابا لسه اليوم طلع من المستشفى مشان هيك وبس لك مشان شو بابا عفكر اعزمه يجي يقضي عنا شي يومين نقاهه خطي هذا وحداني ومرته تاركته واولاده صغار وما في مين يخدمه والله بتعمل زينة العقل يا بابا يا لطيف شو قلبك كبير وعقلك كبير شو رأيك بابا فرح؟ معقول بس يعني انت بتلاقيها حلوة؟ شو فيها؟ موظف وعم يعزم مديره لعنده ليقوموا الناس يحكوا علينا فشلوا نحن أنظف من عليها يلي بده يحكي بحطوا له شحاقة بتمه يعني العمل الإنساني صار عيب ومزلة شوف أنا قايم روح لعنده هلا أو عزمه لا مساء الخير ابو سعدو اهلين وسهلين نعم كيفه المعلم عريس نايم ولا قاعد والله على وشك خير الحقيقه انا اشتقت له حابب اشوفه وسلم عليه في شي ضروري والله قلت لحالي طالما انت طلعت صاحب واجب وعزمته لعندك يومين ثلاثه هيك مشان يعمل نقاهه ليش ما بعزمه انا كمان بس انت عايف حالك الله يكون بعونك يا دوب تقوم بحملك بعين الله اخي بعين الله أخي ما في داعي لا تعزمه ولا يعزمك أخي خذ لي طريق بدي فوت شوفه واطمن عليه وأزمه لعندي ما قلت لك ما في داعي شبك شو بدك ليش هيك عم تسكر الباب بوشي شو عم تقلعني يعني لك لأنك ما كنت تفهم بالكلام الحلو لا يا أبو سعده كبران راسك لأن المدير العام نايم عندك امتى كنا والشمس ترقعنا حبيبي لك أخي ما كنا هلا صرنا جا شو هالأبو سعدو هاك؟ انت زعى فرد نزعى اخص شو
صباح الخير معدي. سعدني الصباح يا أستاذ. إن شاء الله ارتحت بالنومي عنا. إيه والله كتير كتر خيركم، نمرتونا بفضلكم. لسه ما شفت شي معدي. إيه تسمح لي معدي ديزل على الدوام. بكير لسه، ليش مستعجل؟ وعلى مين بدنا نترك الدائرة فاضية يا رجل؟ إيه معدي، إذا حدا سألني عنك شو قول له جاي ولا مالك جاي؟ لا ماني جاي، ماني رايح الدوام اليوم، بدي روح على البيت شوف الأولاد شو صار فيهم. وليش مستعجل يا رجل؟ صدقني فرحانين فيك. إن شاء الله بالأفراح. الفرح جاي على قريب إن شاء الله، عبال فرحتنا فيكم الحبايب، ما رح تلاقي أحسن من عندنا. إن شاء الله، إن شاء الله يا أسامة. اليوم الصبح نزلت وجبت لك قشطايات تازة، هلا لحقنا لسميرة ولأم سعد يعملوا لك الفطور وأنا رح أتسهل على شغلي. صباح الخير ميمون بيك. أهلي صباح النور يا أهلي. شو هاي ميمون بيك؟ شو هاي سميرة؟ ارفعوا الكلفة بيناتكم، ميمون وسميرة. الله على الاسمين ما أحلاهم، عم ينقطوا موسيقى، عنوان لأحلى فيلم سينمائي. هاتي القهوة بتاعي، هاتي فوتي تاعي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. تفضل استاذ ميمون. شرب شرب. سلم ايديكي. ان شاء الله مجاري الهلال. تفضل تفضلي يا دبسه، تفضلي. تفضلي يا ارض احفظي ما عليكي. اللهم صل على النبي. يا ام سعدو، ام سعدو. امور تقبرني. بعد ما نخلص ميمون بيك شرب قهوته، بتعملوا له احلى فطور. ها؟ ما بدك تفطر انت؟ ما فيني اتاخر، على مين بدنا نترك الدائرة؟ ما بدك توصي سمورة؟ ها؟ ما توصي حريص. يقبشني يقبش. يلا خاطركم. مع السلامة. ماما وسيم ارفع سماعة التليفون اطلب لنا فطور. حاضر. قديش روم سيرفيس؟ 9. الو؟ روم سيرفيس؟ بالله شو عندكم بريكفاست؟ لحظة شوي. عم يسأل بدكم بريكفاست سبيسيال ولا بريكفاست كونتيننتال؟ شو هاد السبيسيال؟ شو هاد الكونتيننتال؟ شرح لنا. ما بعرف. اسألو. من فضلك شو السبيسيال وشو الكونتيننتال؟ اها ايوه. لحظة من فضلك. عم يقول السبيسيال يعني اكسترا. ولي علينا، لسه كل شوي بيطلعنا الحزورة. شو هذا الاكسترا؟ لحظة. من فضلك شو هذا الاكسترا؟ الاكسترا يعني بيض، مرتديلا، نقاني، أنواع الأجبان، أنواع اللحومات الباردة، أنواع الفواكه، أنواع العصير، أنواع الزيتون. والكونتيننتال؟ كاسة حليب، كاسة عصير، قطعة زبدة، قطعة جبنة، لحسة مربى. لحسة بالله. شو؟ الكونتيننتال فطور فقايري، يعني على مبدأ شم ولا تدو. والتاني؟ الإكسترا يعني فطور ملوك، وما لذ وطاب والنفس ما تشتهي. بقى شو نطلب؟ يا ساتر استر يا رب، نحن بمستشفى والاوتيل 5 نجوم. يلا هي ليلى، شو كل يوم رح يصح لنا ننزل بهيك مستشفى ونتدلل؟ خلصني، شو امرتوا يا اخونا؟ عفوا عفوا اخي، بدنا فطور لخمس اشخاص، سبيسيال واكسترا وكونتيننتال، يعني بعباره اخرى النفس وما تشتهي وانت وحليبك. حاضر. يا ريت يا ماما تاجلي طلعتك لبعض الظهر. ليش؟ منشان نشوف شو طابخين على الغدا. وسيم اسأله على الغدا على الكرت ولا في مينيو؟ شو هذا المينيو؟ يعني الطبق اليومي. هلا التوى لسانك هون ما عاد تعرف تحكي عربي. اسأله شو طابخين اليوم وفرطت الشغلة. هيك أصولي اتيكيت يا فهيمة. لك ماما حاج تتجادلوا، يلا قوموا غسلوا وشكم لبين ما يجي الفطور، أنا رح أحكي مع خالتكم بدرية، خلينا نطلع كلياتنا من هون. يلا تفضل. يسلم ايديك اختي. شو صار بالشاي؟ لا انتو تقبريني، بس عم بستنى ليختمر. اسمها اختي مشغوله. تفضل. شو هاد؟ خد شو هذا، سند الامانه اللي كتبته امبارح على حالك، 15,000 ليرة. لا ما بقبل، الحق حق، هذا اذا ما دفعت لك فيك تحبسيني. ان شاء الله ما بعيشوا بحبسك. ما بيصير يا سميره، ما بيصير، الحق حق. هلا اني من الحق، انا كتبت لك السند على عيون اهلي. شقه. ماشي. خذ هدول كمان. شو هدول؟ ما بدك تصلح سيارتك اللي انضربت؟ بلا. ما بدك مصاري؟ بلا. خذ من ايدي هدول. قديش هدول؟ 15,000 ليرة تانيات. ولي على قامتي، منين بدي اوفيك اياهم؟
حدا عم يطالبك شيء؟ هدول رعبون محبة مني إلك. لا ما بقبل، مستحيل. لا بدك تقبل وأنا مسامحتك فيهم، بس إذا دينتك حق خاتم الخطبة والإسوار الشبكة هدول ما بسامحك فيهم ابنه. بتوعدني إنك ترجع لي اياهم؟ مدوا ايدكم يا جماعة وسموا بالله. استاذ ميمون الاكل على قد المحبة. ها تقبريني سمور طعميه بيضة للاستاذ ميمون، مانك شايفة كيف رايحة الماوية من وشه؟ لا مين انت البيض؟ انا رح لقمه قشطة وعسل. ها صحاف يا جماعة بتزبطوا تزبطوا حالكم ولو عذابك راحة. تقبرني شو كل يوم رح تمرض تجي تزور عنا؟ تحت امك استاذ ميمون. يه عندك جوا درسين مقلوعين، بكره بركب لك جسر. دوقي مربى الفريز تقبريني. ايه حاضر. طيبين ما هيك؟ ومربى الكرز. حاضر. دوق هلا مربى البرتقال. يلا تحت ايدين سموره. هالاموره هي. دوقي مربى الخوف. حاضر. نوني نوني تقبريني حتى ما يتشردق. والتين ما ذوقنا منه. ذوقي يا جماعة دخيلكم صاروا أسناني يلمعوا علي، ما عاد فيني. لا أقعد وين رايح؟ فوت الحمام مو مثل الطلعة منا. ذوقي تقول ييي يا لنجي ما ذوقنا يا ايه حاضر. نوني 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 بس مساعدوا ما يمتعود ايه انا هلأ ذوقي البيتنجان هذا المكدوس بيتنجان البلدي. ايه حاضر بيطير العقل. ذوق ايوه. وهلأ ذوقي البيتنجان الحمصي اللي عاملينه مربى. حاضر قد هي عاملته هون تحت المك. والزيتون المحشي دوقي الزيتون مو محشي شوي شوي عليه بس. حاضر على مهلك. الزيتون الاسود ما ذوقناه يا ايه هاي زيتون اسود اطيب. صح شرب لك يا صح انا توك يا جماعه عجب بعد فيني انا لا طب بالك ايه والله ما بتروح. اعوذ بالله شو تروح؟ قالب خلالات وشك ما عاد فيه ماويه طعمي لك طعمي ما بتروح لتمسح هالطاوله كلها تمسح وانا رح ساعدك. ها تحت المك. قول بسم الله. يلا اعطيني من عندك اعطيني. ايه يلا يلا صحة. نوني نوني حتى ما فصفص لك ياها. يلا خويي كمان. تحت المك تحت المك. مطرح ما يمري ومطرح ما يمري هن يعني سمن وحسن وعوافي تقبل قلبي خوف. اعطيني من عندك من عندك اعطيني. اعطيني ناولي لقلبي قشطة ما اعطيني قشطة. لا لا ما عادت ولا قشطة. لا لا تقالي الصحة حلوة يا مربوحة. شو رأيك؟ بجنة. هل ليش عم بتغشيني؟ أنا مو حابب تلهي الباروكة. صدقيني بيبقى لك، لك الحلو بضل حلو شو ما عليك. ميرسي، هلا أنت شو رح تلبسي؟ سبور. سبور سبور. شو رأيك تجربي هالوصلة؟ تعي تعي ديتي. لا لا عادي، لك فات من الصبح تحممت وسشرت شعراتي. نعيماً. الله ينعم عليك. صباح الخير يا بنات. صباح النور بابا. شايف حفلة المكياج والبوستيجات شغالة على بكير. مو انت وصلتنا نهتم بحالنا كتير. معلوم، لأنه هي الزيارة مهمة كتير وبجوز يتحدد فيها مستقبلكم ومصيركم. شلون بدنا نلتقي بابا؟ بتروحوا على دوامكم، بتثبتوا وجودكم وبتوقعوا على جدول الدوام وبتجوا لعندي على المديرية ومن هناك منطلق لبيت أبو وسيم. مرحبا يا اخ. اهلا وسهلا. امان ما
والله بس بدنا نسألك عن المريض اللي دخل امبارح اسعاف على الجناح رقم 15 وكان معه شي 20 واحد. الاستاذ ميمون؟ ليش اسمه الاستاذ ميمون؟ استاذ ميمون استاذ ميمون استاذ ميمون استاذ ميمون ايه اسمه الاستاذ ميمون وتخرج امبارح بالليل. على علمك وين بيشتغل؟ هذا مدير إدارة الأرامل المطلقات. طيب دخيل عينك تعرف لنا عنوان سكنه؟ صدقني ما بعرف. طيب يعطيك العافية. أهلا وسهلا. مرحبا مبروك. أهلين أهلين بخير أهلين شلونك تفضل وينك يا رجل؟ صار لي بعدك أكثر من 20 سنة. خير الله يجعلك بخير. في إلك عندي رزق أم أمرك؟ الله يرزقك ويرزقنا جميعا. في نص شقة بدها تنباع. وين؟ قريبة وبلاش. نص شقة؟ إيه. وشو بدي أعمل فيها؟ رزقة بالتجارة. ومين بده يشتري نص شقة؟ أخي أنت اشتريها وأنا بدبر لك الهزبون. ما بعرف شغلة عجرة. أخي أبو حيدر ما بده صبر وتفكير. عم قلك شغلة فيها رزقة مرتبة. شو تسوى؟ مليون ونص. أنت اشتريها اليوم وأنا بكرة بجيب لك زبون يشتريها منها ويدفع لك مليون ونص وعلى ظهر القرشين مرتبين مرباح. معقول؟ أخي كل شي معقول. هلا 100,000 ليرة بين يوم وليلة من شو بيشكو؟ ما عم صدق. لا سيدي صدق، أخوك أبو الروض إذا قالك فعل. توكلنا على الله. ولمين البيت؟ للأستاذ ميمون، ميمون الساحل. مين الأستاذ ميمون الساحل؟ مدير إدارة الأرامل والمطلقات. وين البيت؟ قريب مو بعيد، شارك معي لدلك عليها. تفضل. على راسي. الله يرضى عليك، تخلي اعصابك هادئ ما في داعي لتنفع النضوج مثل العاده. ليه ما عم بقدر امسك اعصابي؟ مو بايدي. لك يا اخي هلا نحن جايين لهون لناخذ عنه معلومات، عن مدى علاقته بالماما، لا في داعي حدا ينزعج منها ولا بدنا نعادي حدا. ولك انا ما عم بقدر صدق كيف انه حماتي علقت فريسه بين انياب شقفه موظف كحيان مثل حكايته هالنصاب. عادي يواش يواش، نحن بدنا ناكل عنيب، ما بدنا نخلق النطول. يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين. ابرك. طوابق؟ لا شكرا. بيان وفاة؟ لا. بيان زواج؟ كمان لا. طلاق؟ لا. قيد نفوس؟ كمان لا. ايش جاي تشم هو هو؟ هيك شيء، بدنا نسألك عن الأستاذ ميمون. إلكن عنده مصاري؟ لا والله بس حابين نتعرف عليه. مين حضرتكم؟ هو ما بيعرفنا، بس نحن جايين نتعرف عليه. قضية خطبة وجواز؟ لا. بيعشروا؟ كمان لا. شوفي شوفي انا بساعدكم، انا بيت سره. ولك اخي ما في شيء بدنا نشوفه بس. اليوم ما دوا. طيب على علمك وين ممكن نلاقيه؟ ببيته. بس اسمعوني يا جماعه صدقوني انا بساعدكم هيك مش انت تعالى. شكرا لك اخي شكرا. اذا اجى مين قال له؟ لا تقول له شيء بخاطرك. لك علي الحلال هيئه الامن. ابصر شو عامل، لازم بلغه بسرعه.